السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. لانتم مال الناس العزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي واخواتاتي اعطيو لي اللايكات ديالكم في هذا الفيديو، وكثروا لي التعاليق والبارطاج الى على خاطركم. والله يرحم لكم الوالدين، خليكم معايا في هذا الفيديو حتى الاخير باش تفهموا بزاف ديال النقاط. الله يرحم لكم الوالدين، سيرتو هذا الفيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخير باش تعرفوا الحقاره ديال بنادم والخبط ديال بنادم فين وصل. انا كنت كنسمع يوسف الزروالي كيقول ان كيتعطاو عليا فلوس باش بنادم يخرج يضرب فيا، وانا شادين عليا فلوس، وانا كيحرشوا عليا بالفلوس. نقول لك كنت كنتهيق 50%، 50% كنقول ايه 50% لا. صراحه سبحان الله ربي كبير، حتى طحت في هذا الموقف انا. ونعود لكم اشنو وقع بالضبط. تصوروا كنت كنسمع ان كيتعطاو عليه فلوس باش بنادم يضرب فيه وهادي وبزاف ديال الحوايج، وكنت كنتهيق 50% ايه 50% لا. انا مؤخرا ملي جيت مع يوسف الزروالي دخلت عليا واحد السيده الواتساب، وما كنتش غنهضر في الموضوع، اقسم بالله ما كنت نهضر في الموضوع. هي دابا راه يومين دابا دخلت عليا الواتساب، ما كنتش باغي نهضر في هذا الموضوع، صافي سكت. تفرشت راسها براسها اليوم في واحد التعليق، راس الناس راه شافوا التعليق ديالها. انت فرشتي راسك براسك سبحان الله العظيم، حتى شي واحد ما فرشك. انا ما كنتش باغي نهضر في الموضوع، قلت صافي ياك ما جاوبتكش، قلت صافي يا اخ. ياسين عافاك، تصالح مع صاحبك كما قالت هي، تصالح مع الصديق ديالك وهادي وهادي، وحتى الله يرحم الميمه ديالك حكا حلاوه اللسان. شويه دازت عليا حكا، ولا بغيت نسافر لك وبعد من داك الكاسور، راه غادي يخرج عليك وغادي يجرك الطريق اللي ما فيه هادي. شوفي الا كان بالنسبه لكم ان كاين شي وحدين كيتباعوا كيتشراو، راه ماشي كاع ماشي كلشي كيتباعوا كيتشرا، هادي ديروها في راسكم. راه ماشي كلشي كيتباعوا كيتشرا بالفلوس. الحمد لله دزت من ظروف اللي صعيبه وصعيبه بزاف، وما هضرتش وما خرجت في السوشيال ميديا، اولا تشكيت اولا قلت ما عنديش ولا شي حاجه. الحمد لله لاني ما تربيتش على هذا الشيء، عرفتي باش تفهمي واحد القضيه. ماشي دزت من ظروف صعاب من هذه اللي غادي تشريني بها دابا زعما كاين اجل لهنا. انا ملي توفات الام ديالي هادي عمرني ما قلتها، واول مره غادي نضطر انني نقولها. قسما بالله الا خسرت الفلوس بقيت زيرو الدص، راه ما قناتي كانت صغيره وداك الشيء، وما خرجش كان بامكاني ندير غير بوست، غير بوست في اليوتيوب والناس كاملين غيبغيو يتعاونوا معايا. ديك الساعه في الوفاه وراكم عارفين، خلصت الكلينيك، خلصنا خلصنا الحمد لله. داك الشيء ما مشاش في ما مشاش غير هكاك الحمد لله، كاع الحاجه اللي كتمشي بالوالدين ارباح الحمد لله. وما خرجتش تسعيت، تجي انت دابا تقول لك بحال احتقرتيني، والله الا بحال احتقرتيني. خرج حقا ما تبقاش تدافع على فلان، راه يجرك لهادي، وانا ندعمك وانا نساندك وانا هادي. وخليتي تعليق وراه جاوبتك في التعليق، والحمد لله راه الناس شافوا التعليق ديالك وجاوبوك. فرشتي راسك براسك، راه ماشي وعرفت شكون اللي مصيفطك شي، مادام هضرتي في هاد الوقيته بالضبط ودخلتيني ديك الدخله ديال تصالح مع فلان ودير مع فلان، والله الا عرفت شكون اللي مصيفطك. وهذا اللي مصيفطك راه مصيفطك مصيفطك العنوان غلط. انا كنت بغيت نتباع، كنت بغيت نتباع، كانت قناتي باقا صغيره، كانت الحمد لله دابا راه باقا صغيره. انا عمري ما قلت عندي قناه كبيره، قناتي راه باقا صغيره. وشوفوا القناعه كنزول لها يفنى، كنت بعت سعاد اللي كانوا الناس كيصيفطوا في الخاص وكل شيء، وكانوا تما مساعدات راك عارف المحسنين ديال بوكريشه شحال السيكان والفلوس وبزاف، راه الملايين كيتجمعوا لهم في المنصات راك عارف شحال ديال الملايين. كون بعد السعاد هي الاولى وديك الساعه غنربح فلوس صافي نبعد انا من السعاد. ولكن لا، ما تربيتش على هذا الشيء، ما تربيتش نكون غدار، ما تربيتش نعض اليد تمدات ليا، ما تربيتش انا على هذا الشيء، ماشي من التربيه ديالي. دزت في ظروف صعيبه لدرجه تصوروا قسما بالله الا مول الكره كنت هضرت معاه، انا حتى انا كاري في طنجه، مول الكره كنت هضرت معاه باش يصبر عليا، والحمد لله وغبرت شهر شهر و40 يوم اللي غبرت على اليوتيوب، شهر و40 يوم انا غابر. العكس ديال العائله المشوهه اللي الجنازه صوروها، والجنازه كنت درت غير شي جنازه مقوده بحال الناس نقولوا ايه، الجنازه صوروها وخارجين وكيسعاو كيقول لك ما عندناش ما كيدخلوا منين صحاح، فهمتي؟ هنا بينتي لا انك ما عندكش المبادئ وانك وحده رخيصه. والحمد لله راك قلتيها ما جاوبتكش، دخلتي الواتساب ما جاوبتكش، قريت اوديو ديال ما جاوبتكش، فهمتي؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، كيفاش كيعطيكم ضميركم ديروا بحال هاد التخلويض وهادشي في الخاص؟ وانا كان حساب ليا اصحاب القنوات هما اللي فيهم هادشي، كان حساب ليا انا غير اصحاب القنوات هما اللي كيبغيو الصداع يبغيو يجروا هذا ويجروا هذا.
ساعة صدق الشتاء بعد الموت تبعي للأسف والله القسم. أنا اللي كتقول لي أنت تصالح مع الصديق ديالك أو لا تصالح مع صاحبك، علاش تخاصمت أنا وياه؟ علاش تخاصمنا؟ علاش أنا ندافع نبقى ندافع على الزروالي وما نجيش منه هو، يعني نضرب أنا في الزروالي أو نبعد أنا من الزروالي ونجي معاه هو؟ أنا راه ما غنتبدلش على الموقف ديالي، غادي نبقى ندافع على الزروالي مادام هو على حق، دابا غادي نبقى ندافع ليه، فعلاش غادي نتصالح معاه؟ إذا ما كاينش عندنا فرصة فين نتصالحوا، هو ضد الزروالي وأنا مع الزروالي. إلا بغى من الشروط ديال الصلح ديالي، إلا بغى نتصالح معاه، أن كل واحد يخدم على قناته، كل واحد حر في الرأي ديالو ويحترم الرأي ديالي كما أنا كنحترم الرأي ديالو، يحترمني كما أنا كنحترمه ويحترمني، مش ما يتدخلش في المواضيع اللي كنهضر عليهم أنا. بغى هو يضرب في الزروالي منو ليه، شغلو هذاك، ولكن أنا غادي ندافع ليه. سعاد كذلك، الى شي واحد تعدى على سعاد غادي ندافع على سعاد ويتقبل الانتقاد ديالي كما انا كنتقبل الانتقاد ديالو، وكل واحد حر في قناته، فهمتوا؟ ما يجيش شي واحد انا يقول لي لا تصالح معاه، اذا راه الخلاف كان واقع على الزروالي. اذا الى تصالحت معاه راه ما يمكنش، ما يمكنش. الى بغاو يتقبل هذه الفكره مرحبا، الى بغى يتقبل هذه الفكره مرحبا، ما تقبلهاش شغلو هذاك. وانا الحمد لله كتصالحت معاك، كتخاصمت معاك، ما غايزيدني ما غادي ينقصني، ولكن انا ماشي غد، انا ما كنغدرش وما كنتدخلش في القناه ديالو، وانا عرفت شكون اللي معاود لك مادام هضرتي معايا في هذه الوقيته بالضبط، والله القسم تعرف شكون اللي مصيفطك، فهمتي علاش ما جاوبتكش؟ هذاك الشيء علاش. ولكن ربي كيبغي يفرش الواحد، ربي كبير، ربي سبحانه وتعالى كبير ورحمته واسعه. وتحيه الناس اللي كيبغيونا بصدق، وتحيه الناس اللي كيتبعوا كلمه الحق. انا وقلت له قلت له غنعاود نقولها، واخا تبقى متبعاني واحد ابوني غادي نقول كلمه الحق، كلام الحق غادي نقوله. شي زروالي خرج غير دابا غادي نخرج وننتقدو. الناس اللي كيعايروا الزوجه ديال مرات ديال الزوجه ديال الزروالي، واش السيده دايره قناه؟ واش السيده كتجاوب معاكم؟ باش نوضوا على حكم كلمه الحق اللي نعرفوا انا حقاني. كون عايد دخلوا عندك بلا قلت لا ولدي ندعمك ولدي بقيتي فينا، لا لا لا، شروط حتى دابا المساعده ولا فيها شروط؟ بغيتي نساعدوك غتخرج منا، نتحكموا فيك بالتيليكوموند، غنسيرك، وانا راه ما كنتسيرش، وانا راه ما تحكمش فيا بالتيليكوموند، غنسيرك ضرب هنا، ماشي غنساعدك لله في سبيل الله، لا 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 لا، ماشي غنساعدك ولدي بقيتي فيا، لا 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 لا، غنساعدك باش نزيدك الشر ونزيدك الهاويه، باش نزيدك تطبل على الباطل. اختي وانا ملي غتزيدي انت ندافع انا على الباطل؟ الدعاوي ديال المتتبعين راه متبعنا ناس كبار، ومتبعنا ناس عارفين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ملي غيباتو يدعوا فيا دوك الدعاوي ما غيوصلونيش. انا راه باغي نجيب الرحمه لميمتي، ماشي نجيب النعله، فهمتي؟ باغي اللي يتفرج في الفيديو ديالي يقول الله يرحم الميمه ديالو، والله يرحم الكرش اللي تخبط فيه هاد الولد، والله يرحم الام اللي رباتو احسن تربيه، والرحمه غتمشي للميمه ديالي. انا خديت موقف، من شحال هادي قلت لكم كانوا عندي اخطاء، ماشي ما كانوش، غلطت بزاف ديال الحوايج، ولكن حسنت من راسي. علاش؟ على وجه ميمتي وعلى وجه المتبعين اللي متبعني. ملي ندور في التعاليق ونلقى الناس كلهم كيدعوا معايا الله يرضي عليك ولدي، زيد قدامه ولدي، كتفرحنا، شكرا على كلمه الحق. هي ندير فيديو ونلقى كله سبان وكله معيور وكله وكاين اللي جبد لك الام ديالك، وانا ما عنديش مغلى من الام ديالي، فهمت ولا ما فهمتوش؟ هذاك الشيء احترمت الوفاه ديالها وما درت حتى شي فيديو وما خرجت سعيت، وقلت لك بامكاني اقسم بالله لو كنت غبوز الى الناس يقولوا لي نساندو، قلت لك لا، انا ماشي من داك النوع، ما تربيتش ديك التربيه، حيت بزاف ديال الناس وقال راه غالطين فيا، ولكن مع الوقت غتعرفوا بزاف ديال الحوايج، فهمتوا؟ عكس الناس اللي كيمثلوا عليكم وكيخرجوا يسعاب بحال عائله بوكريشه وبزاف ديال الناس، والموت عباد الله وصوروها، ما في قلبكم لا رحمه لا شفقه. اش بغيتوني نخرج نقول؟ نخرج نقول الزروالي شفار ونصاب؟ اعطوني الدليل. واش واحد السيد برق القضاء ونخرج انا نبقى نطبل نصاب شفار؟ لا يعقل. اعطوني الدليل وخدموا معايا المنطق. النهار اللي غيبان فيه الغلط غادي نخرج ننتقدو بكل احترام. السعاد غتبان لي غلطت غادي نخرج ننتقدها بكل احترام. وكنتمنى الرساله ديالي تكون وصلت، وتحياتي لكم اخوتي العزاز، وتحيه للناس النساء والرجال اللي متبعني محترمين اللي كيعرفوا بينهم وبين الله واللي كيحسبوني ولدهم واخوهم وبزاف ديال الحوايج.
وتحياتي لكم اخوتي الى فيديو قادم ان شاء الله. هذا كان فيديو توضيحي، وبزاف ديال الناس بحالك خاصهم يفهموا هذا الشيء. تحياتي لكم اخوتي.